معكم محمد المهداوي بائع الملابس ديال الصغار في سلال مدينة الشراطين. كاين واحد الإقبال على الحوايج وعلى داكشي، هو الإنسان واكل العصا بالعامية، الناس مثلا رمضان تسالوا لهم فلوس، فهمتي؟ الإقبال كاين واحد شوية عكس العام الآخر والعوامات اللي دازوا، كان شوية البيع والشراء حسن هذا العام هذا. القدرة الشرائية ديال بنادم ما كايناش، من عادمة حيت الطبلة تتقام عليك 150 درهم 200 درهم هاد الماكلة، الناس تقهرات، الصالير ديال الناس السيكريتي خدام ب 2000 درهم، كي غيكمل هاد الشهر كي غيشري وليداتو هاد الحوايج، كي غيدير كي غيشري. يا ربي دير الشويط الخير يا ربي، راه قهرونا والله تقهرونا اختي، والله ما بقينا عارفين الا نبيعوا ولا نمشيو نديروا شي حاجه، ماشي هي هذيك. الله يدير شي تاويض الخير اختي، احنا شارين زباله ديال الفلوس ديال السلعه ولينا تنبيع براس المال. انا شاريت توليب 1000 ريال تنبيعو دابا ب 1000 ريال، باغي نردي فلوسي. قهروا الدرويش، الدرويش كاع ما بغى يشري، الناس قهرات، كلشي تقهر. الله يدير شي تاويض الخير في هذا المغرب وصافي، ورخفوا على الناس، رخفوا على الدرويش، راه قرب يسنق راسو. ها حوايج احنا شارينهم تنبيعهم براس مالهم. حشومه عليكم والله الا حشومه عليكم، وحق ربي اختي لما قهرونا. انا واخد السلعه دابا بعت دابا وليت دير لي 1000 ريال براس مالها، باش شاريها براس مالها، راه داك البونه المعلم براس مالها، والله الا لما براس مالها، والله يدير لي فيها الخير اختي. اما القدره الشرائيه ديال الناس راه ما كايناش، راه المواطن ما عندوش الفلوس، راه مهلوك المواطن. المواطن تهلك برمضان، الطبله كتقام ب 4000 عاد يشري ولادو الحوايج. الله يدير الشاويد الخير اختي. السلام عليكم، صلاح الدين مواطن مدينه سالا. جينا اليوم باش ناخذوا الملابس العيد للاطفال، بخصوص هذه المساله هذه في الاول والاخر حنا رانا ارتفاع الاسعار مهول بزاف، يعني اكثر من القدره ديال الانسان انه باش اذا كان عنده جوج وليدات ولا ثلاثه باش يشري لهم الحويجات، يعني بزاف عليه اكثر من القدره ديالو. بالنسبه للاثمان مرتفعه بزاف، ودابا راه ما بقاش مساله ديال واش قادر ولا ما قادرش، بزمنك يعني ما غتشوف وليدات اخرين لابسين ولادكم ما لابسينش، يعني بزمنك غتشري، بزمنك غتسلف ودير اي حاجه باش تشري لوليدات حويجات، يعني ما يمكنلكش تخلي وليداتك بدون ملابس العيد، يعني هما هذيك فرحه العيد ما يمكنلكش تحبس تحرمهم منها. فاش نقول لك كل واحد الله يكون في العوان، يعني بالنسبه دابا حتى اللي صالير طايحين والانسان والحوايج الثمن يعني طالعين، الا عنده ثلاث وليدات ولا اربعه راه الله يكون خاصو معاه على الاقل خاصو معاه واحد 2000 درهم اربعه ديال الوليدات، وما خاصك واحد 500 درهم للوليد ولا 600 درهم للوليد، يعني الله يكون في العوان المواطنين، الله يكون لهم في العوان. نقول للمسؤولين يشوفوا بعين الرحمه بالنسبه لهاد المواطنين هادو، راه كاين اللي كما كان الحال غادي يلبي الحاجيات ديال الوليدات، وكاين مسكين اللي ما في حالو شيء وليداتو غيبقاو بلا عيد بلا والو، وحده اخرين فرحانين وليداتهم مقدرين ما غاديش يدوز عندهم العيد كاع، يعني خاصهم يشوفوا بعين الرحمه بعض المواطنين والناس اللي ما عندهم شيء. وكنوجهوا التحيه لجميع المغاربه في داخل المغرب وخارج المغرب، وكنباركوا لهم العيد ويدخلوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. اولا عيد مبارك سعيد للمغاربه ولجميع المسلمين في جميع البلدان ديال الدول العربيه والدول الاسلاميه، وبيان سور القدره الشرائيه اختلفت من يعني غير من العام الاخر لهذا العام، كلشي تزاد ولكن الحمد لله كلشي كاين، الحويجات كاينين كلشي كاين، ولكن الاسعار شويه طالعه يعني بارابور بالعام الاخر، كتلقايها زايده 50 درهم. الحمد لله الحويجات موجودين وفي متناول الجميع، يعني اللي عنده باش ياخذ كسيو ب 100 درهم، كاين اللي عنده ب 200 300 سا ديبون على حسب كل واحد والطاقه الشرائيه ديالو. وفي حق الوليدات الصغار هما اللي كيخليو الاباء يخرجوا يتسلفوا باش يشريو لهم حويجات باش نهار العيد حتى هما يلبسوا مع الوليدات اللي بحالهم ويخرجوا للشارع، يعني سي نورمال ما عندهم ما يديروا فهاد الموقف. يعني في الحقيقه يعني المسؤوليه هذه مسؤوليه ماشي ديال المواطن، بالعكس المواطن يعني القدره الشرائيه ديالو كما قلت لك محدوده، كاين اللي ما عندوش باش يشري لوليداتو، كاين اللي عنده، يعني كل واحد على حسب القدره الشرائيه ديالو. اما بالنسبه يعني الجهات المسؤوله هما اللي خصهم يشوفوا من جهه هذا المواطن اللي عنده القدره الشرائيه محدوده
ويحاولوا يلقاو شي صيغه باش اما يعاونوه او لو ينقصوا من 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 اثمنه، حيت الاثمنه بارابور للعام الاخر ولا اللي قبل راه زايده شي شويه. الاثمنه ضروري العيد مع العيد ضروري، ما كاين زيادات، هذه بطبيعه الحال فين ما مشيتي الزياده كاينه، والحويجات راه بدات ملزميه خدم بالضروري الدراري الصغار، وخصوصا هذا العيد ديال رمضان، يعني حتى الاعياد الاخرى ماشي مشكل، حتى لا ما كسيتيش الدري ولا هذا راه هادو هما الحوايج ديال العيد الزياده فين ما مشيتي، خصوصا في العيد، العيد زعما ما عرفتش كيزيدوا، ما في الايامات العاديه راه الحوايج راه رخاص.